السلام معكم من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب كرازة يوحنا. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان. كان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته. أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي. من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. والمجد لله دائما، والرب يبارك عليكم. المجد لله. في البدء كان الكلمة. إيش معنى هذا الكلمة؟ يوحنا كأنه يريد يقرينا الكتاب المقدس من جديد، لأن أول صفحة من العهد القديم تقول: في البدء خلق الله السماء والأرض، قال كن فكان. إذن عندنا مرتين كلمة، الأولى يخلق، وبالثانية يكشف. وإحنا اليوم بالأحد الثاني للدنح، استمرار للميلاد وكشف حقيقة الله. ما ممكن نكون مسيحيين إذا ما نسمع هذه الكلمة. إحنا مسيحيين مو لأن ولدنا من أب وأم مسيحيين، لا، إحنا مسيحيين لأنه تعمدنا باسم هذه الكلمة، باسم يسوع. إحنا نفرح من يجينا طفل، لكن هذا الطفل ما نعرف شنو مستقبله. كثير ناس يولدون بالعالم بس يضيعون، يروحون كل الاتجاهات. هذول اللي يختارهم الله وينقلهم كلمته ويسمعون هذه الكلمة هيم أولاد الله. هذا هو المشروع. إحنا إذن تلاميذ الكلمة. هذه الكلمة ما هي بس تعليم، بالنسبة لنا هي شخص. كل هذه الأيام
لوقا ومتى أعطونا وصف لولادة يسوع الأرضية لهذا الإنسان اللي ولد مثل كل إنسان. لكن هاليوم عندنا ولادة أخرى، مو في بيت لحم، ولادة أزلية في البدء قبل كل شيء، قبل السماء والأرض. علماء يقولون عمر العالم الكون 14 مليار سنة، بس قبل هال 14 مليار ما عندنا مقياس بالنسبة لنا. الكلمة هو البداية والكلمة هو النهاية. أنا الألف والياء، أنا البداية والنهاية، والسماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول. هذا الكلام نجي كل أحد حتى نتدرب على سماعه، لأن أكو كثير كلمات مشوشة، خاصة في زماننا، خاصة في بلدنا. عندي إحصائية تقول بأنه العراق هو أكثر بلد بالعالم بينه قنوات فضائية. ما حاجة نحكي عن الراديوات. ماكو يوم أروح في المكان، اليوم كنت في معرض كان أكو يمكن 10 قنوات فضائية تريد تعمل مقابلات، الكل يريد يحكي بس منو يسمع؟ بالحقيقة قليل ناس يسمعون. منو اللي يسمع؟ العلماء يسمعون. يكفي أنه نفتح قناة علمية ناشنال جيوغرافيك نشوف إش قد أكو كلمات مخفية في هذا العالم. قضيت حياتي أبحث عن الإنسان، أفهم الإنسان، وكل يوم أكتشف أن الله كان خبر رسائل في العالم إلنا وبينا في داخلنا في أعماقنا، بس الشعراء والفنانين يقدرون يستخرجوها، بس الأطفال يقدرون يشوفون. من نشوف طفل يشوف ورداي باوعوا على عيونه يندهش، والدهشة هي أجمل هدية الطفل يهدينا. أنتم الكبار لاحظوا أول شيء يموت بيكم هو الدهشة، لما ما بعد تتعجبون، لما ما بعد تندهشون، لما تدخل الكآبة، لما تاكلون هم وغم وتشيل الحياة على قلبك وعلى ظهرك، لما تنقهر من أدنى شيء، لما تقوم الصبح ولا تشوف الشمس ولا تشوف المطر ولا تشوف شيء. ليش؟ لأنه أكو فد مشكلة والمشاكل ما تخلص، وأكو ناس بس يعدون المشاكل في حياتهم ما يشوفون الرسالة الكلمة الموجودة في كل لحظة. وانت راح تموت مغموم حزين ما شفت شيء، أغلب الناس ما يشوفون. الإنسان الحي، الإنسان اللي يرجع مثل الأطفال يشوف. أش يشوف؟ النعمة والحق. موسى دوخ نفسه، أعطانا الشريعة، حاول أن يعدل الناس يمشيهم في الصراط المستقيم، وكل الناس تطلع من الصراط المستقيم. منو يطيع القوانين؟ منو يسمع كلام؟ وإحنا نقول للطفل اسمع كلام، بالحقيقة لازم يسمع كلام الله مو كلامنا. خلي أول مرة يتدرب على كلام الله. يسوع راح يقول
إن الذي يسمع كلامي هو أخي وأختي وأمي. اسمع كلام الله والباقي هون، أش راح يكتشف؟ النعمة والحق. مرتين يتكرر النعمة والحق في هذا النص. يسوع غير الموجة، ما بعد يعلمنا أش ناكل أش نشرب أش نلبس شلون نصلي. كثير ناس مسيحيين مع الأسف بعدهم يهود، ما كن صاروا مسيحيين لأنهم مكلبين بالتعليمات. إذا الرزنامة تقول هكذا لازم تصوم هكذا لازم تصلي يرتاحون. هذولي راح يبقون يهود، يبقون متخلفين في إيمانهم. المسيحي تلميذ يسوع هو اللي يكتشف الكلمة كل يوم بالنعمة والحق. الحق هي الحقيقة، حقيقة هذه الكلمة المتجسدة يسوع اللي صار إنسان، اللي أعطانا ذاته، اللي حبنا وجرنا وأخذنا إلى فوق. ارفعوا قلوبكم العيل نهوان مذعيكم، اصعدوا فوق هالشكل حتى لا نبقى خشمنا ملصوق بالقاع، عيوننا بالقاع قدام رجلينا، ما نخطو خطوة للأمام. هذا الحق، حقيقة الله ونعمته هي فرح الأولاد، فرح الفرح اللي يعطينه الله للي يولدهم من جديد، للي ما يولدون من لحم ودم ولا يولدون من عائلة فلان وعلان، لا، اللي يولدون من الله، اللي يولدهم الله للمستقبل، اللي عندهم موعد مع الله، مع ذاتهم، فيكتشفون ذاتهم. هذول الناس فرحهم ما ينتهي. ولهذا كل مرة نجي على القداس لازم نتعلم النعمة والحق. يسوع هو المعلم اللي يقودنا إلى النعمة والحق، إلى هذا الفرح. هاليوم 18/1 نبدي أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. بالحقيقة كثير من الناس هم يصيرون كآبة، يعتبرون انقسامنا مشكلة. إحنا كبشر إحنا ما أحسن من التلاميذ. من زمان يسوع كانوا التلاميذ مقسومين، وإذا ولهذا يسوع راح يصلي من أجل تلاميذه ليكونوا واحدا، يا أبتي كما أنا وأنت واحد. الصلاة من أجل وحدة المسيحيين ما يعني أنه إحنا راح نحققه، بس هو راح يحققه يوم اللي هو يريد، وهي متحققة لو نباوع عليها من منظار آخر. بالحقيقة الصلاة هذا الأسبوع من 18 إلى 24 ما هي كثير قديمة، بدأت بها جماعة صغيري سنة 1911 في بنسلفانيا، في ولاية بنسلفانيا في أمريكا. اجتمعوا جماعة من المسيحيين وقالوا يا رب وحدنا، ومثل الحريق هذه الصلاة انتشرت، عبرت إلى أوروبا سنة 36، وبدأ الناس يصلون حتى الله يوحدنا. وفعلا كل الكنائس قرر بالاقتراب من بعضها، وجا المجمع الفاتيكاني الثاني بالستينات واقتربت الكنائس من بعضها. وهاليوم العالم المسيحي حوالي 40% من سكان الأرض يعيشون هذا الشوق، وكثير أشياء أشوفها إيجابية، رغم أنه ما زلنا ما نقدر نعيد سوا، ما نقدر نكون ظهريا واحد، بس هذه مثل الشوكة في خاصرتنا تخلينا نتواضع حتى لا نشوف الأشياء من منظورنا نحن. ولهذا هاليوم بعد الطلبات راح نتلو هذه الصلاة من أجل وحدة المسيحيين من كل قلبنا، يوحدنا داخلنا. هي مو بس قضية أعياد،
كثير من عندنا ما بحاجة إلى وحدة المسيحيين، لكن هي بحاجة إلى وحدتهم هي. لأن يعني أنت مقسوم على نفسك، أنت مقسومة على نفسك حسب تجيبك وحسب توديك. ولهذا من أطلب من الرب أن يوحدنا، أطلب منه أن يوحدني أنا معك، مع نفسي، مع الرب. إذن هذا مشروع مستقبلي، ما ممكن نيأس منه، ما ممكن نيأس من أخوتنا وخواتنا المقسومين. نصلي من أجلهم أحسن مما نتجادل ونتناقش، لأن الجدل انتهى زمانه. الصلاة أحسن شيء، نطمس مشاكلنا بالصلاة، هاي أحسن نصيحة. عندكم مشكلة؟ أي مشكلة بس طمسوها بالصلاة وتشوفون المشكلة تتغير، لأن أنتم راح تتغيروا. أطلب من الرب أن هذا الأسبوع كل واحد منكم، كل واحدة منكم تفكر في هذه الصلاة، وممكن تأخذوها معاكم على البيت وتتلوى كل يوم في قرارة نفسكم. هذه الصلاة الله يسمعنا، وإذا اتحدنا العالم كله راح يتوحد. آمين.